دخلكم. مش مزحه الكورونا. بيجيك فرد طب طخ. لا مش مزحه. هو لا بتعرف اذا قالوا دواء ولا بتعرف اذا قالوا طعم ما لا شيء. كورونا وقف كل شيء. بس بهيدي هلا عم تلعب يا لويس. المفروض العالم تقعد ببيتها تتبيبت. هلا وقفت على عيدة؟ ضروري شوفها واليوم ضروري شوفها. تيس لمخ. مش وقت الأعياد تسلميلي هلا. 13 سنة عبس. بعد في كهربة الدائر ما اهتميتش فيها أنا كمان. بعد ناقص بس على حظي يمنعوا التبويس مثل ما مانعين التجول. يا أخو الديانة مش ميزناك. فيش غير تنصب بالجيش. لحظة جيتا كومونسي سيالي. لك تلف الكهرباء تيدرسوا أونلاين. وي وي. كيف لغة توريا داكور؟ ما في شيء أقوى من الحب بهالدنيا ولا حتى مرض. كنت بدي أخلع وظبط. انشار على الرايح والجاي. تحسوا معنا شوية عن الدولة لونش. بس تخلص الكورونا راجع الثورة. هلا سمعوني الزقفة مشوق. زمن كورونا وأيام كورونا وتخيلوا هالعمل الرائع والفكرة الجديدة يلي جالت على كتير من دول العالم وحصلت على جوائز ومجرد مشاركتها بهالمهرجانات يلي تمت حول العالم ونشاف هيدا الفيلم بشكل حلو كان الرأي عليه رائع وإيجابي جدا. بدي أقول ألف عافية لكل المشاركين اللي شفناهم الممثلين وطبعا للمخرج فرح شيا والممثل يارا زخور يلي هني موجودين معنا عزوم. يعني شو هالفكرة الحلوة وشو هالطريقة الرائعة. يعني هلأ عم شوف أنا أول مرة بشوف ما شفت قبل. بدي اللينك من عندكم هلأ بس خلص لأحضر الموفي كلها. يعني برافو. بدي بلش مع فرح. فرح كيف طلعت الفكرة؟ الفكرة هي فكرة أول شيء بونجور كيفك جوزيف؟ تمام الحمد لله. الفكرة هي فكرة الكاتب والمبدع ألكسندر نجار. نعم. اللي هو معروف برواياته بكتبه وجته هالفكرة لما كان بلش أول لوك داون. حتى قبل ما نفوت باللوك داون كان عم يحكينا عنها وأنا تحمست كتير لأنه أنا بالنسبة لإلي بنقدر نعبر بالصورة بالشيء المتاح قدامنا. فهذا بالنسبة لإلي كان تشالنج وعملنا هذا الفيلم وبالحقيقة يعني متفاجئين بالصدى تبعه وقديش عم بيكون لذيذ وقديش عم بيكون في قبول للمهرجانات. وإضافة طبعا لهالنجاح هذا حصد مؤخرا على جائزة الفرنكوفوني الكبرى الأولى طبعا من الأكاديمي. من له ألف مبروك لألكسندر طبعا المبدع ألكسندر النجار. أكيد. نعم. وتم الشغل والمونتاج عليه من بعد هالعمل وفي صعوبة كتير صارت بالتصوير طبعا لأنه مثل واحد عم بياخد سيلفي. تخيلي واحد عم يمثل بسيلفي أو حدا عم بيصوره بالبيت ما قدامه الممثل قديش صعبة. هون بدي اتوجه ليارا. يارا يعني الفكرة مش غريبة شوي؟ هاي جوزيف أول شيء بونجور لكل اللي عم يحضرونا. فكرة بلا أكيد غريبة على الممثل أنه يضطر يصور حاله يلعب قدام التلفون قدام بكادر معين محصور وهو بده يضطر يعمل كل شيء يعني ينتبه على الكادر وهذا الشيء ساعدتنا فيه كتير فرح يعني وننتبه على أدائنا ما يعني أداء عن جد بيتطلب خصوصية معينة مش مثل المسرح مش مثل السينما يلي غيرك عم بيقوم بأشياء أنت عادة كممثل ما بتقوم فيها. يعني في مفاتيح كمان مثل ما حكيت. مفاتيح الواحد بيخدها من الممثل اللي بوجهه في اي كونتاكت. يعني هيدا التواصل بيكون يعني الاندماج بين الممثلين أنتوا ما كان عندكم إياها حتى أنت انغرمتي بشخص مش ملتقي فيه بحياتك بالموفي مثل ما عرفت. مزبوط هي القصة قصة حب بين شابين يلي هي أنا ونيكولا توريا كان عم يلعب الدور بوجي. ما صح لنا فرصة نلتقي أكيد لأنه كنا محجورين بس لما بيكون الممثل فهمان الدور وبيكون في وراه مخرج فعلا أدى قدود الفرح بيقدر يعمل اللي ما بينعمل فأنا ونيكولا اشتغلنا بهيدي الطريقة. ما كنا ملتقيين أبدا بس قدرنا نلعب إنه نحن كتير من حبات. نعم. فرح شو قصة الشخصية يلي ما ببين وجهها؟ هي راهبة؟
سير إيميلي جيروم يعني كلنا تعرفنا عليها من الفويسز يعني كنا نسمعهم بال بال بالفويسز وما بنعرف مين هي الممثلة أو الشخص اللي ورا هالشخصية بس بنعرفها من صوتها وكانت فكرة كمان أستاذ ألكسندر نجار إنه يدخلها بالسيناريو وكانت فكرة كتير موفقة لأنه الأمور أو هيدي نكهة الكوميدي كتير لعبت دور بس كانت كتير تشالنجينج إنه نصورها لأنه هي ما بدها تبين وجهها فعملنا كل الطرق إنه لحتى تبين هي من ورا من ظهرها ولعبنا بعدين حتى من بعد على المونتاج رجعنا غيرنا شوي بالسيناريو حسب اللقطات انتو اللي اخذينا. انتو فرح جبتوا الشخصية الأساسية لعبتها يعني تعرفوا مين هي؟ ايه اكيد اكيد فينا نعرف مين هي؟ لا اكيد لا ليه؟ هلا خلص عملتوا الموفي. لا هي لما بتحب نحن هي ضيفة ونحن متشكرة لسوريا ميلي إنه كانت ضيفتنا بهذا الفيلم بس مش نحن بنقول من هي أنا بتمنى إنه يعني لما ينعرف حيكون سيربريز كبير وأنا بحيها وبوجه لها كثير تحية. هلا أنا عندي بعض الشك بأسماء معينة براسي حسب الصوت اللي بعرفه يعني هي فنانة ما بعرف هي فنانة هي تلعب أن يكون لعبة لا هيك ما فيك تحزن. فرح 30 دقيقة بتصوير ذاتي هلا أوقات يمكن كنتوا متواجدين وقت يكون شوي سيف الوضع إنه عم بتصوروا بعض ولكن الأغلب بتصور بتصوير ذاتي قدي صعب تجمعي 30 دقيقة وقدي تصور لقدرتوا تجمعوا 30 دقيقة بموفي مصور بتصوير ذاتي يعني بدك تقول لكل شخصية كان في حوالي يعني ما بين نعيد ونعيد ونكرر وناخد كذا تيك كان في شي 10 دقايق لكل شخصية وهن 10 شخصيات وعندك التلاميذ كمان يعني هيدا كان التشالنج الأكبر لأنه في مثل شابترين بالفيلم هن صفوف زوم وهول الصفوف الزوم ما صاروا يعني حتى كل تلميذ طلب منه انه يصور حاله ويتبع سيناريو معين يعني بطريقه انا اعتمدتها حطيتهم فيلم وخليتهم هن يمثلوا بس هو ما صار الزوم وبتشوف انت بتحضر بتفكر انه عن جد عم تحضر صف عم بيصير اونلاين مع تلميذ اللي هن حوالي شي 10 تلميذ كان بروسس طويل بس كمان كان واضح بالنسبة لي لأنه السيناريو كونه اللي كاتبه روائي عظيم مثل ألكسندر نجار فكانت سهلة إذا بدك الخطوط كانت واضحة بالنسبة لي وأنا بالأساس وقف شوي عندك فرح يارا قديش التجربة عطتك خبرة جديدة هاي تجربة أولى من نوعها يارا يعني قديش صعب الإنسان يستمر بوقت الكورونا بالعمل وبالشغل وقديه لازم يناضل ليقول إنه الفن بعده موجود حتى الكورونا ما فيها توقفه من خلال هالعمل يلي قمتوا فيه يارا يمكن كمان وقف عندك الزوم فرح معنا فرح جاهزة فرح يعني بظل هالظروف الصعبة يلي نحن عايشينها قدرت تتعاملي مع 10 فنانين بالفعل قدوا بطريقة رائعة وشارك الموفي بأكثر من مهرجان يعني مهرجان كتير حول العالم ولكن في كان أهم 2 أو 3 مؤخرا خبرينا وين برم على أي دول بالعالم أول مرة كان سيلكتد بمهرجان الفيلم اللبناني بفرنسا ومن بعدها كمان مهرجان الفيلم اللبناني بكندا وهول بنظري أنا كانوا من أهم الفستيفالات اللي انعرضوا لأنه كمان الجمهور تبعهم كان لبناني كانت المشاركة مماثلة يعني كان كل الأفلام اللي تصورت بنفس الطريقة ولا تنافس مع أفلام مصورة عادي عم بيروح اكيد يعني هيدا الواي فاي عندنا بلبنان اذا بنرجع بنذكر انه هيدا الموفي يلي عم نحكي عنه موفي من 30 دقيقه بزمن كورونا شارك فيه اكثر من 10 فنانين تقدم بشكل كثير راقي هو من كتابه ألكسندر نجار والمخرجه كانت فرح شيد صور بالتليفون بهالكواليتي اللي انتم عم تشوفوها تم المونتاج بطريقه حرفيه كثير كبيره وكثير مهمه تم الشغل عليه بطريقه دقيقه وقدر يجول العالم بعدد كبير من المهرجانات حول العالم ويحصد على جوائز
عديدة. نحن بنفتخر بالشباب اللبناني يلي ما في شيء بيوقفه، والفن ما بيوقف حتى بظل ظروف الكورونا يلي نحن عم نعيشها. فرح، كنت عم بسألك على الأماكن والمهرجانات يلي برم فيها، ذكرتي أنه كان بهمك أكتر شيء مهرجانين يلي شفيهم من أهم المهرجانات، ولكن هو شارك بأكتر من اثنين. كمان رايح الصوت، عملي رجعي كونكت بالفويس يعني من تحت، لانه الصوت عم بيروح. ما تاخذونا لهالعطله التقنيه. اوكي سوري بس انا ويارا ساكنين نفس المنطقه وانقطعت الكهرباء ماشي. مشان هيك وقت بينقل الواي فاي على اوكي على 4G. فاذا المشاركه وين كانت، والاهم مثل ما قلتي بفرنسا وين؟ وبكندا كمان، وبكان اونلاين فيستيفال، وبالهند كمان كان في فيستيفال اونلاين، وريسنتلي بال اي كثير انبسطنا انه كان سيلكتد بشهر نوفمبر ليكون بيست موبايل شورت. لانه اليوم صار في سكشنز للموبايل، للافلام الموبايل. يعني كان في خصوصي كلها افلام مماثله، مش انه في عده باخر مهرجان بال اي كان كان في هيدي السلكشن تبع الموبايل شورت فيلمز، ونحن طلع لنا الاورد لشهر نوفمبر بست موبايل شورت. نعم. يا رأى قد ايه مهم الاستمراريه بهالطريقه هيدي حتى الكورونا ما وقفت بوشكم وضليتوا سيف. ايه اكيد ضلينا سيف، لما بيكون في عزم وفي شغف يعني الباسيون كثير بتلعب دور. كلنا كل اكيب العمل والبروديوسر جوزيان بولوس واستاذ الكساندر وفرح وكل الممثلين، كنا انه نحن كفنانين هيدي رسالتنا بالنهايه، يعني ما في شيء لازم يوقفنا. وبظل كل هالاوضاع الصعبه يلي عم نعيشها، اذا نحن ما قمنا بدورنا وجربنا نسلي الناس ونلهيهم ونسقفهم بنفس الوقت، بنكون ما عم نقوم بدورنا. فاكيد مهم كثير، صعب ما بنكر، صعب كثير يعني، لانه بدك تجمع كل شيء في عندك، انرجي كل شيء في عندك، قوه تقدر تقوم باللي عم بتقوم فيه. بس وقتها يخلص الشيء ونشوف ونسمع صدى ونشوف الناس قديش حبيت وقديش عم بتشجعنا. بيروح كل هالتعب. كيف كنتي عم بتصوري؟ مين كان يكون موجود معك بالغرفه؟ حدا من اهلك هو عم بيصورك، انت عم تاخذي سيلفي وحدك متواجده؟ يعني هالتواصل اللي عم تعمليه، هل كان عم يفتح معك زوم او الممثل يلي بوجهك؟ اول شيء انا وفرح تواصلنا على فيديو كول واتساب وحكينا بخصوص الدور وبخصوص الكاد، وفي شيء صار يعني مثلا هلا هيدي تقنيه او عائق كان بالنسبه لنا، انه ما كان يزبط كادر عندي انا بالبيت، فاضطرينا نروح لمكان ثاني وثبتنا التليفون وعملنا كذا تيك لحتى زبط الكادر وزبط الاداء. بقى اكيد هذا الشيء صعب، وبعدين بدك تسكت كل الموجودين بالبيت انه بليز عم صور، مش الكل بيفهم عليك يعني انه شو يعني عم بتصوري وكيف عم بتصوري. شيء غريب اكيد. فرح بس عملنا فرح شو النكست ستيب؟ يعني ستيب مثل هيدي كانت الاولى من نوعها ولقيتها نجحت. تحيه لجوزيان بولوس كمان، تحيه لبديع ابو شقره، يعني ما بدي انسى ولا اسم، كل اسماء الممثلين. ندى ابو فرحات اكيد. ندى ابو فرحات. مين كمان في فيك في تسميهم فرح؟ بسمي لك اياهم اذا بدك. اي طبعا طبعا. مين كمان؟ نكست ميشيل جابر. نادين شماس. نادين شماس. سيرير جابر. مثل ما قلنا سير إميلي. في وسام كمال. في كمان تلاميذ اللي هن مراهقين يلي حكيت عنهم فرح بالزوم ميتينج الكلاس، الزوم كلاس اللي كان عم بيصير. صحيح صحيح. كمان بدنا نشوف شو النكست ستيب اللي عندكم فرح. نحن هلا انا عم بحضر فيلم كمان قصير من كتابه الكسندر نجار. وبيحكي عن الاحداث ما بعد الانفجار اللي صار للاسف ب 4 اب. يعني
نحن لما عملنا هذا الفيلم الكورونا دايز كان الوضع انه متضايقين وفي كورونا ومش عارفين وين رايحين والعالم كله عم بيتغير، بس كان بعد عنا شوية امل. يعني حتى بتحس مع الممثلين، انا بس اتذكر كيف اشتغلنا الفيلم، في شيء كتير تغير من بعد اربع اب وانكسر. يعني هلا نحن باللوك داون الثاني، ويمكن لو كانت الظروف غير هيك كنا يمكن عملنا فيلم تاني، يعني نعمل سويت إذا بدك لكورونا دايز، بس ما عدنا بهالمحل. صارت نفسيتنا غير، صارت المسجز اللي بدنا نوصلهم غير. حتى بكورونا دايز حتى استبق، مش استبق أو إذا بدك كان بفوكس أكتر شيء كمان على الطاقم الطبي. ندى أبو فرحات كانت أخذي دور للمرضى، وهون أنا بوجه تحية كتير كبيرة للجنود الصف الأول اليوم بهالجائحة، الأطباء والممرضين، تحية كتير كبيرة لهم. قد ما عملنا وقد ما قلنا اليوم بالفن ما بنكون عم نفيكم حقكم. فالتحضير هو هلأ لفيلم قصير بيحكي عن هيك. كمان هو بيصير بلوكيشن واحدة، دايما أفكار ألكسندر نجار كتير مختلفة عن غيرها وكتير هيك جديدة. أنا بدي أوجه لكم تحية يارا وفرح، وتحية لألكسندر نجار. ما تنسوا تبعتوا لي لينك الموفي بعد ما تسكروا معي. إن شاء الله بنشوفكم قريبا بعمل جديد. لضيق الوقت رح نشوف تريلر مرة تانية، ومن بعد تريلر للموفي زمن كورونا رح نلتقي مع الفنان أنطوني توما يلي هو خارج لبنان. مش مزح الكورونا بيجيك فرد طب طخ. لا مش مزح. هو لا بتعرف اذا قالوا دواء ولا بتعرف اذا قالوا طعم، ما لا شيء. كورونا وقف كل شيء. بس بهيدي هلا عم تلعب يا لويس. المفروض العالم تقعد ببيتها تتبيبك. هلا وقفت على عيدة؟ ضروري شوفها، واليوم ضروري شوفها. تيس بلا مخ. مش وقت الاعياد تسلمي لي هلا. 13 سنة عبس. بعد في كهربة الدائر ما اهتميتش فيها انا كمان. بعد ناقص بس على حظي يمنعوا التبويس مثل ما مانعين التجول. يا اخو الديانة مش وزنك. فيش غير طنصة بالجيش. لحظة جيتها كومونسيس يا يمي. لك تلفي الكهرباء تيدرسوا اونلاين. وي وي. كيف لغتو هي؟ دكور؟ ما في شيء اقوى من الحب بهالدنيا. ولا حتى مرض. كنت بدي اخلع وظبط. انشار على الريح وجاي. تحسوا معنا شوية عن الدولة العنش. بس تخلص الكورونا راجع الثورة. هلا سمعوني الزقفة لشو.